الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفتش الصندوق المبيت ونغوص حيث نجد شيء جميل من الماضي وشيء مبهج من الحاضر. احنا حاولنا في السهرة اللي فاتت ان نوصل لقلوبكم، هذه محاولة ثانية ان نوصل. على العموم نشوف شلون 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 شلون. ايا با عزيزي المشاهد، احنا نعجل هني والشباب يعجلون هناك، بمعنى يعني احنا قاعدين نصور هني واكو شباب يصورون اغاني للسهره. نشوف الحين حاكم ونشوف شو السالفه. خابرين قال احبك اويله. مصطفى احمد الله بالخير ويعطيك العافيه، وحدثنا بما لديك. صورنا ثلاث اغاني، واحده منهم تقول كلمتي، واحده بحق قلتها كلمات عبد الامير عيسى، الحان خالد الزايد، والثانيه لن تبه كلام صادق ولن تبه الوعد صادق، طبعا هذه كلماتك بدر بروسلي، والحان محمد رويشد، والثالثه وعذابي من اللي اقبل ان يضحك لي حق عبد الله العجيل، كلمات والحان اخوك مرزوق المرزوق. اتمنى ان شاء الله تعجب الجمهور، وما قصروا الجماعة الحقيقة، كل اللي صوروا معانا المصورين وأخونا المخرج، وانت فيك البركة إن شاء الله وموفقين.
قلبي عن أول تغير تغير دربي عن دربي عن دربك بعيد اتحسب دمعك يأثر يأثر فيني أو عذرك أو عذرك يفيد قلبي عن أول تغير تغير دربي عن دربي عن دربك بعيد لا دموعك والألم لا اعتذارك والندم لا دموعك والألم لا اعتذارك والندم لك يخلوني أرد لا لا يلي ضيعت المحبة وعشرتي لا لا ما صنتها المشاهد. يقول المعد ان السمرة جاية من سمر اي ناس يتسامرون ويقول في حالة اخرى ان السمرة تعتمد على اشياء معينة مثلا لازم يكون اكو مكبس اثنين لازم يكون خيشة مراويس ثلاثة لازم يكون أكو كفافة أربعة لازم يكون أكو ناس تسمع في حوار مع أحد أساطين السمرات في الماضي الأستاذ سالم الفهاد دار الحوار هذا وسمعوه شلون شلون عجب يا بابا اول يوم ماكو تلفزيون ها والروادو بس في القهاوي يروحون يوم الجمعه يسمعون كانت سمره أو السمر بالنسبة لأهل الكويت إيه الشغلة الوحيدة اللي يستانسون منها لأنه ماكو شيء سنين مرت وتحول الحال أنا حكي عن مو جيلي أنا اللي بعدي ذيك الأيام جيلي أنا لقالوا سمرة بالمكان الفلاني وقالوا اللي بيسمر سالم الفهاد هي أوادم تروح هي ناس اللي ما شفتها من سنين تشوفها تطلب لهذا الرجل حتى نعرف من هذا الرجل عن الصوت عن السمرات أول خذنا أغراضنا ورحنا ديوانية معيوب اللي يجمعون فيها خيرة فنانين الكويت وكان لنا لقاء بسيط مع هذا الرجل أو الفنان الكبير الله بالخير بحمد اهلا وسهلا مساك الله بالخير ابو احمد شنو هي السمره؟ السمره الله يسلمك الجماعه يتواعدون مثل بالشغل ماكو فرصه للتلمه ويتواعدون يعني يا في ديوانيه يا في مكان خاص يا في يعني خيام بالبر وقت الربيع ويجتمعون هذول الجماعه يلمون كلهم جميع ويجون العود والمراويس ويستانسون يعني يرفون عن السمرة تعتمد على الصوت على الصوت هو الرئيسي عندنا الرئيسي زين الأصوات اللي تنقال أول تنقال الحين الحين في ناس يعني يقولونها بس التسجيل ما أشوف أحد يسجل من المطالب الجدد يعني المطالبين الجدد لا بالنسبة لك أنت أول يعني لما تروح السمرة شلون يدعونك دعوة لها يعني
يدعوني ربعي اروح لهم شو اسمه يقول لي يعني هو شو اسمه باجار اروح لهم اجار تعال على طاري الاجار كم اجاراتك هو 50 ربويه 100 ربويه ثاني صار في ناس 30 ربويه وفي على مده تريد يعني ما تشرط انت لا ما تشرط احنا ما نشرط بس اللي اكبر منا يشرطون ذولا في عندنا واحد ما يسمر الا ب 100 اذا ما من قبل ان تعلم العود ما يسمر الا ب 100 اذا ما اللي هو محمد بن سبحان الله يرحمه يعني ما الريال ما يجيس العود الا لميه قدامه ايه مخباح حاطه عدل عدل الاصوات شنو هي انواع الاصوات اخوي هذه كلها عربيه هي هو اصل الصوت هذا يقولون يعني من 850 سنه يمكن عمره الاصوات العربيه بس كلها الناس طورها كل واحد يدخل عليها شوي كل قرن او مثل كل نص قرن ناس تدخل عليها موسيقى ومثلك عارف بعد يقولون اكو صوت شامي واكو صوت انا ما شامي هم يقولون بس انا ما اشوف يعني صوت كله هو كله الصوت العربي الغناء العربي ثلاث اشكاله اللي هو الصوت العربي ومن بعده طلع الموشح العربي ومن بعده طلع الدور العربي اللي تخصصوا فيه المصريين زين بالنسبه للخيال صوت هذا كله تبع هو هي موشحات ترى هذه هي موشحات عربيه هذه بس مو صوت لا مو صوت الصوت العربي اللي هو هذا اللي على المرواس وكله حتى الموشح هذا يدقون على المرواس يقولون اول ان يعني المطرب يعني يستعملون مرواس واحد يعني عود ومرواس واحد هذا والله احنا ما لحقنا عليهم بس يقولون الاول مرواس او مرواسين واحنا لحقنا على ثلاثة واربعة اي اكو ناس بس الحين لازم خيشه شو اسمه هذا خالد النفيسي لازم خيشه لا هو الذوق يعني ثلاثة اربعة بعدين الصفقة التالية احسن من الصفقة الاولية على الصوت التالية هذه احسن من الاولية احسن من الاولية يعني اثكس متكزة تمام مسافرنا نسولف قاعد نسولف عن الموشح وهذا شنو الاغاني اللي الحين موجوده عندنا الجديد اللي فيه الموشح هم يرسون عليه مثل الصوت نفس يعني هو على المرواس ناس يسمونه مرواس وناس يسمونه مروس هذا يقوم طلع عقب الصوت ب 100 سنه ركبوه هذول وبعدين مثل يعني كل الناس تطور فيه شوي صح اسولف وياك كان تقول والله عندي عود شاريه 57 شاريه ب 500 ربيه غالي 57 ايه متى تعلمت العود؟ والله ما ادري من زمان انا وياي واحد كهو قاعد هنا يوسف غديري يعني اي سنه تقريبا يمكن 53 شيء او 54 او 52 شيء بهالحدود هذه يعني زين حول 40 سنه شيء ما شاء الله زين صار لك مده ما تسمر اي والله من زمان ها يعني ليش مليت مو مليت مليت وربع كلهم ماكو احد منهم قليل بقى منهم يعني الان لان كل اسم تسمع بحرها صد 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 الحين هالايام ما تسمر يعني حتى الديوانيه هني لا والله ما اسم كلش ما لا اقدر الحين اقعد يعني على رجلي ولا بعدين تعبت كبرت شويه لا ما شاء الله عليك شباب اي ما عليك هذا الديكور شي برا زين من المطاربه القدامى من هو اللي يطربك يعني لقالوا فلان كل ليله السمره في المكان الفلاني وفيها المطرب فلان تروح له انت ايه فيهم وايد والله مره يعني قلت عنا بن سبحان ومبارك النومان عوض بن دوخي حمد خليفه يعني كلها تعني لهم يعني عليهم شلون لا تعني لهم عشان تسمع عشان نسمع اي كلهم قبلي هذول اي كلهم قبلي اي هم انت اول ما بديت من هو اللي كان يعني ببالك تقول اخ يا ليتني اصير مثل فلان مثلا يعني كل واحد اول ما يبتدي كله يقول اخ يا ليتني اصير مثل فلان هذا مثل الله يرحمه سعود العروي كل سعود العروي يعني كان حلو دقه وهذا وكان بودك ودي اصير مثله سمرت وياه حتى اي وايد سمرت وياه حتى مره واحده انا اتعلم على نمطر وفل العود مالي وهو بيته يمنى واروح اقول له يا معود ابيك تعال الصف كان يقول لي شوف السيد جاي برتقال مال بغداد الا تشتري لي وقيت برتقال ولا ما صف عود
والله هذا اللي حصل. رحت حق السيد ما عندي فلوس. سلفني بوقية بخمسة ربيات وصف العود، قلت له عطني واحدة عاد خلنا ناكلها. قال والله ما ذوقه. يوم طلع كان يفتل العود برا. من الحين من الجيل الحديث الشباب اللي طلعوا بعدك يعني، من اللي تسمعه؟ والله كلهم زينين اللي من بعدي. لا اللي تسمعه تطلب له، لا تصير دبلوماسية. لا مو هو عن دبلوماسي، لا كلهم يعني. شوف أنا كل شيء يعني أسجله ولا محي، زين ولا شين. إيه. وكل شيء أسمعه يعني اللي يعجبني هذا، واللي ما يعجبني ما. مثل علي المسعود، مثل محمد المطار، مثل يعني وايد، والله عبد الوهاب عبد السلام، كلهم هذول مطالب الشباب. الشباب هذول كلهم إيه زينين، احسن ويدقون احسن منه. زين الحديثين اللي يغنون مع فرقه وموسيقى وهذا، من اللي تسمع يعني؟ والله هو احسن واحد شاد الخليج الصراحه، يغني اغاني الكويتيه كلها، يغني الاغاني الكويتيه الاصيله يعني. مثل عندك غريب الشاطي، وعندك صالح الحريبي، وعندك كلهم زينين. بس شادي لانه يغني الاغاني الكويتيه. الاغاني الكويتيه بعد كلهم يغنون اغاني كويتيه. كلهم بس كنت اقصد الصوت، يغني الصوت. غني الصوت عبد العزيز الخالدي. شو انا ما ودي انا اقول لك دق عود ما دق عود، لان ادري فيك تقول يلا ما عليك ما اقدر اتربع وما ادري شنو. بس ابي اسال، انت الحين لما اتي يعني صار لك كم سنة ما جست العود؟ من زمان يعني. وبكم سنة؟ من 70. لا عقب السبعين. عقب السبعين بعدين يعني لا حد عايز يمني من ربعي ولا شيء، أو بعدين حبطت ما أروح. ما الحين ما تروح، لأن أنا أعرف إن لك ناس مقربين يعني تحب تشمر معاهم. إي والله حتى لما الحين ودي، بس ما أقدر. زين الحين أكو ناس يعني مهنتهم المرواس. منهم المروشيه اللي يعني اللي ينعدون بالكويت مثلا؟ والله هذا الماس قاعد بشيء، هذا واحد. هذا احسن واحد الصراحه. وهالشغلات اللي تشوفها الطلعات هذه كلها هو اكثرها اللي مطلعه. وعندك كان فاضل مغامس، وخلف المسعود، وسعد بن عابر الله يرحمه، وعيسى الجماز، وعبد الله الماس، وكلهم مروسة. انا خابر بس بشيء لا يفرق عليهم صراحه يعني. إيه لا هذه يعني انت فنان وعارف يعني موازينه، بس انا خابر ان البعض يعني المروشيه يسمون مراويسهم يدللونهم. اي هذا ما اي منادي وما ادري شو اسمه. اي شو الاسماء يعني؟ والله ما ادري عاد اسافر على المرواس انا. لا طبيعي انت وياهم فاكيد سامع يقول شو اسمه. اي وايد اسماء يعني بالاسماء كذي يعني. مرواس هو راقم على ايده. إيه؟ وهم مروس يعني. إيه؟ يدور له الجلد الخفيف. له المرواس لو بغيت يصير زين يصير جلد يبر خفيف من برا عشان يعطي نغم. اي شو يسمي منادي؟ اي في منادي واحد شو اسمه تعال علي شو يقول اخوك علي المراويس هو اللي يسمي المراويس يسميهم ها؟ مسلي ومسلي ومن هالنوع هذا حق الضحك بس تقدمونه شيء. اول يعني يمكن انتم تروحون مثلا البحرين تسمرون. ايه ها؟ ايه وهل البحرين يجون الكويت عندكم عندنا هنا يسمرون؟ الحين انقطعت السالفه. ليش؟ والله ما ادري ايش منه يعني من الكبار كان راحوا هذول اليوم حق الكبار يعني راحوا طبعا الكبار ما بقى منهم الا محمد علاي بس. زين بغينا نشوف خلينا نسوي سالفه كذي. ابي اسمع منك لله غرم
احبه ان صدوا وان وصلوا حلو يعطيكم العافية. أبو أحمد قبل أن خلص الكمنجة متى دخلت على الصوت؟ من طلعنا وحنا نشوف الكمنجة على الصوت. ناس يقولون أول ماكو كمنجة. ما أدري كان قبل كلش يعني من مئات السنين. خبرك فيها متى يعني من أي تاريخ يعني؟ والله أنا من طلعت وأنا أسمعها. لا تعتقد أي سنة تقريبا يعني؟ ما أدري والله يا أخي أنا من طلعت وأنا أسمعها. المسجلين بالاول كله كمانجا ورود كله كمانجا ورود ابو احمد يعطيك الصحه والعافيه وما قصرت ها وان شاء الله نتشاوف مره ثانيه ان شاء الله. شلون راحوا هيا با أحد المطربين الشباب الواعدين الفنان الشاب خالد الحسين. الله بالخير يا أخ خالد. هلا الله يعافيك وناصر الله يسلمك. خالد قلنا ايش عندك الله يخليك.
اي والله لا هي بتصوير اغنيه هي من كلمات شاهين الشيخ علي صباح والحان استاذ يوسف مهنا. ليش اني احبك شوف شلون يعاملني ليش اني احبك ليش اني احبك شوف شلون يعاملني ليش اني احبك ليش اني احبك شوفوا شلون يعاملني ليش اني احبك شوفوا شلون يعاندني ما يسمع كلامي لو اقول شو ما اقول ليش اني احبك ما يسأل عالمي لو غيابي له يطول ليش اني احبك حاولت تجيله أجيله
عزيزي المشاهد، على ذمة المعد يقول أول في الكويت ماكو ملحنين، أكو شعراء يكتبون القصيدة ويلحنونها ويغنونها في سامر أو في سمرة أو في أي مكان. الآن مع هذا التطور والمعاهد والخريجين تغير الوضع، صار أكو ملحن وأكو مؤلف وأكو مطرب. علشان نعرف عن الملحن نروح حق الفنان أنور عبد الله ونشوف شو عنده. أحبه من الفنانين اللي الشباب اللي برزوا وبقوة على ساحة الغناء الخليجي مو بس الكويتي. ضيفي من أبدع ما سوى ولحن يحيي قلب سلة، كانت مدينتنا ذهب إذا تذكرونها، المسلسل الغرباء محال، نقوش الأغنية الوطنية، نقوش على عباءة كويتية يمكن لذيذة جدا. نحن باقون هنا وامتدادا للخليج سوى الجرح الخطير. ضيفي وضيفكم فنان شاب مثل ما قلت لكم بارز حيل، أنور عبد الله. الله بالخير أبو عبد الله. مشكور يا أبو ناصر على المقدمة، أنت أعطيتني أكبر من حقي صراحة. لا هذا حقك. أي والله. حقك تعبت ووصلت. أبو عبد الله، يقولون الفنان الدارس أو الأكاديمي له ميز، يتميز بالميز. أنت خريج معهد الموسيقى، المعهد العالي للموسيقى، وأكاديمي مميز، شو اللي استفدت من المعهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدراسة طبعا تصقل الفنان، وأتمنى من أي فنان يجد في نفس الموهبة ويجد نفسه أنه هو موهوب أنه هو فعلا يصقل هذه الموهبة في الدراسة. هذا كلام أذكر قال الأستاذ رياض الصنباطي الله يرحمه قبل الله يتوفى بالكويت سنة 80، كنا قاعدين معاه مرة، قال أنا غلطة عمري أني ما درست. مع أن رياض الصنباطي وقمم من قمم التلحين في 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 الوطن العربي طبعا، بفضل رب العالمين طبعا أنشئ معهد الموسيقى ودشينا احنا كطلبة فيه، ويرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. ومن ثم الأستاذ أحمد باقر هو اللي صقل هذه الموهبة وهو اللي درسنا وإحنا تلامذته.
بالنسبة للشباب اللي درسوا في المعهد، أنت الآن بارز جدا، من هو وياك من الربع اللي درسوا وتعلموا وعلى الساحة الآن لامعين؟ راشد الخضر طبعا، عبد الله رميثان، بندر عبيد، محمد بلوشي، فنان هم في فنان جديد هم حلو، يعقوب الخبيزي، وفي مجموعة يعني يمكن ما يحضروني الآن، أعتقد هذيل ما شاء الله يعني علامات، يعني ما أبي أقول يعني ما قدموا قدموا يعني، وما شاء الله إنتاجهم وفير. نرجع من أول، ها أول غناية سويتها اللي تحس إنها هي اللي هي أول غناية، البداية بالضبط، مقدمة مسلسل الغرباء، لأن نزل اسمي على كادر بروحه. فحقيقة يعني عبد اللطيف المناي ما قصر، هو يرشحني، والناس بدأت تتساءل يعني مقدمة حلوة، ومن هو أنور عبد الله أول مرة يعني. يعني هذا اللحن اللي أنت عرفوك الناس عرفتني خلاله، لا شك. هو مع يحيى قلب سلة، بس لأن يحيى قلب سلة ما في اسم، ضاعت السالفة، الطلبة وطالبات طالعين يغنون، لكن منو اللي ملحن منو اللي كاتب ما يدرون، ما حد يدري. كاتب يعقوب السبيعي والحاني، بس لأن هذا كادر بين طبعا. بالنسبة لل يقولون هذا كله يقولون أكثر ما يقولون إن الملحن الدارس يعني اللي مصر اللي كاتب لي الأسئلة إنه يسميه أكاديمي أقل إنتاجا من الملحن الهاوي، ولكن اللي صاير الحين العكس، الأكاديمي ينتج أكثر من، شو السبب يعني؟ شنو أكو معادلة بالسالفة ولا؟ أنا وجهة نظري الشخصية اثنين هم متعادلين، وإذا تبيني أضرب مثلا أنا مستعد. يا ليت. سليمان الملا مثلا هاوي، يوسف المهنا هاوي، إنتاجهم غزير، راشد الخضر أكاديمي، وليكن عبد الله أو بندر أو محمد بلوشي أكاديمي هم غزير. إذا المعادلة هي تجي على نفسية الفنان، لربما بعد الدراسة مل، بدأ يتجه اتجاه آخر، طابت نفسه من الفن، يمكن بعد ما درس طابت نفسه، أو اللي قاله وظيفة زينة، اللي قاله وظيفة ومكتب وقعد خلاص، بطل السؤال فاضي. أبو عبد الله، أنت كملحن هل في موازين معينة أنت تبيها في الكلام الشعري، ولا أي كلام شعر سواء كان شعر مقفى أو شعر حر أو أغنية عادية تقدر تلحنها؟ يعني أكو شيء ميزان برأسك تقول والله أنا أبي هذا النوع من الشعر ولا ما لحن مثلا؟ وهل ممكن تلحينه يعني لو صار شعر حر مثلا؟ أبو ناصر، بالنسبة لي أنا يعني أتأثر بالكلام اللي يأثر فيني، بما أن هذا الكلام أحس أنه كلام حلو وكلام موزون وكلام لا معنى ويعبر عن قصة واقعية أو يعبر عن حدث معين، عشان لما لحن الكلام أنا يغني المطرب لابد المطرب يعجب الكلام ويتأثر فيه، ومن ثم يتأثر الجمهور في كلام اللي يقوله المطرب أو الغناية اللي يغنيها المطرب. لكن أتكلم مثلا كلام لا لون ولا لا طعم ولا لا أي شيء، ويتكلم أو عن قصة قديمة أو عن ما في مضمون، هذا الكلام طبعا أي كلام يتلحن، أي كلام يتلحن. إحنا لما كنا طلبة نلحن جرائد حكي جرائد دعايات نلحنهم في سبيل أن الإنسان يبي يتقوى يبي يتعلم يبي يلحن أي شيء يبي يجرب أي شيء، لابد طيار مو على طول الله يركبون الطيارة ويلا طير، بيقعدون أول شيء في نفس المطار يسوون له شغلات وكذا، يورونه قاعد هو قاعد في غرفة كأنه قاعد في كابينة مات الطيارة شلون، وبعدين يطيرون ويا مدرب وبعدين يطير. احنا اذا بنلحن ما رط والله تعال يا بدر برسلي عطني، ولا تعال يا ابو طيف، ولا تعال يا يوسف ناصر، لا لازم نجرب بالصغار او كلام عادي وشوي شوي 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 لين نتدرج. اي كلام يلحن اي كلام، لكن انت لما تي لمرحلة معينة لا
يبقى انت كشاعر مو اي كلام تكتبه، لا انت تشوف ماضيك، انت والله مثلا مقدم 20 سنه او 25 سنه ومعروف اسمك بالساحه الفنيه، اذا لابد انا اقدم كلام يليق في مكانتي ويليق في اسمي. هذا بالنسبه انا كملحن الان لا، لابد اني اقدم شيء كلام ذات مضمون وموضوع، وممكن الموضوع هذا يتاثرون فيه الناس، وممكن انا اقدم احط اسمي عليه اني انا اكون راضي عليه. ابو عبد الله، شلون النقله اللي صارت ما بين كونك محلي الى خليجي، شلون بدت؟ بدت مع الشيخ محمد بن راشد، هذا اول تعاون طبعا كان بيني وبين الفنان عبد الكريم عبد القادر. طبعا قبل هالمده الفنان عبد الكريم عبد القادر ما غنى لي، اول تعاون بيننا كان الى ميم، وهي من كلام الشيخ محمد طبعا، والحمد لله طبعا انطلقنا الخليج عبر هذه الاغنيه. عبر الاغنيه دي. تعال عبد الله، تعال تعال، هذا ولدك عبد الله. عبد الله يحيى. يحيى ما شاء الله ما شاء الله. استاذ عبد الله كيف حالك؟ هو يبا سلم على عمي. سلم مستحي. شوف التلفزيون قاعد يصورونك. يصورونك التلفزيون. شوفوا زين. بالنسبه نرجع لعبد الكريم عبد القادر، ما دام ذكره، يقال او انك متهم، يقال انك انت ريال ما تشتغل الا مع عبد الكريم عبد القادر، هل هذا اتهام صحيح؟ لا مو صحيح، لاني انا اشتغلت مع عبد الكريم قبل، اشتغلت مع فنانين وبعده مع فنانين، يعني مو على طول بس يعني هو عبد الكريم الوحيد اللي غني لي. بعدين لو اشتغل انا مع عبد الكريم طبعا انا لي الشرف، فنان صار له بالساحه الفنيه 25 27 سنه 27 سنه بالفن، واحنا تونا متخرجين وتونا طلبه، احنا نحيي في الروح انه هو ياخذ بايدين الملحنين الشباب والمؤلفين الشباب ويشتغل معهم. هذه روح وايد حلوه، مع ان في فنانين كبار الى الان يمكن ما يبون يغنون للشباب، او لو تقول له ما يتعاون مع الشباب. انا بتولاك اتهامات اليوم، لان المفروض اني ما اتهمك حقيقه. يقولون انك انت في البدايه كنت تلحن اي كلام، يعني اي كلام يعطونك اياه تلحنه وهذا وتسجل، ولكن في الاخير بديت انت تختار يعني الكلام الزين، يعني تبحبش عن هالسوالف. صدق هالاتهام ابو ناصر، يعني هذا اتهام انا بجاوب عليه بكل صراحه، يعني انا توني بادي، يعني ما بيقول والله بدايه حياتي يعني مثلا عبد الوهاب ولا الصنباطي ولا انا على قد حال، يعني توني هالفتره يعني 10 سنوات ولا 12 سنه البدايه اللي انا بديتها، شنو الالحان اللي انا بديتها؟ اول شيء الغرباء، كلام عبد اللطيف البناي، قال مطربنا مبارك الحديبي، يحيي قلب سلا يعقوب السبيعي، يا قمر في ضياء، كلمات الشيخ فهد الله يرحمه. يعني اذا في بدايه جيده هذه، ايش معنى انا اللي خطيت مبارك الحديبي؟ هذه بداياتي اول شيء، اذا هذا يعني اتوقع ان يعني بدايات جيده، وهذا وانا وياك نتهم ما له صحه، يعني ما لحنت اي كلام. بعدين لو على اي كلام مثلا افتراضا، يعني احنا طالعين يعني مو معقوله يعني نروح حق الكبار مره واحده، لازم نتعاون مع الشعراء الصغار. وبديت فعلا بالعكس، انت اللي ذكرتهم كلهم اساتذه، كلهم اساتذه كبار لهم طبعا، ولهم القيمه انهم افتحوا لي صدرهم وقالوا لي تفضل تعال معانا، وهذه كتبنا وهذه كلماتنا، وجزاهم الله خير. ابو عبد الله، اول الشاعر يعني شعر القدامى، يعني فهد بورسلي، عبد العزيز البصري، منصور الخرقاوي، مجموعة كبيرة من الشعراء ما تحضرني الآن، بن لعبون وغيره وغيره. دائما ما يقولون يعني ما يقولون الكلام إلا ملحنينه. يعني ملحن ويغنى يعني. بس الحين الشعراء ما يلحنون، يعني شاعر مثلا يكتب الغناية ويستعين في ملحن. انت تعتقد احسن الشاعر يلحن ولا يستعين في متخصص؟ حلو، انا بعطيك سؤالك بجزء لجزئين. الجزء الاولاني، اذا تلاحظ الشعراء اللي قبل ترى ما كانوا يكتبون الشعر الغنائي الحر اللي انتم تكتبونه اللي يكتبونه الان،
يا ابو فهد مني غدا الشوق، الشوق لي من غدا من يجي بيته وزن واحد. يعني بالنسبه كذلك للشاعر فهد برسلي وزن، كل الاوزان هذه وزن واحد، مو مثل الشعر الغنائي اللي الان موجود. انت عارف الفرق طبعا بين الشعر الغنائي، فهذاك يجي على سحبه واحده، هي على وزن واحد. الحين لا، شطره المذهب شطرتين غير، وبعدين تي شطرات صغيره، وبعدين في كوبليه، الكوبليه الثاني يختلف. هذا وزن، هذه شغله. بالنسبه للشعراء الحين والله في منهم يعني ممكن يلحن، بس المهم ان الشاعر يكون عنده جرس موسيقي لازم، واللي انا اشوف الحمد لله كل جرس موسيقي موجود. يوسف ناصر الحان حلو يكتب ويلحن، بس مطلوب من الشاعر انه يكون عنده جرس موسيقي. لكن قبل ما كانوا يكتبون الشعر الحر اللي ينكتب الان. انت معي بالنقطه هذه ولا لا؟ انا 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 سالت لان ودي الناس يعرفون رايك حول هالنقطه حقيقه، وكان شرح كلش جميل. الآلات الموسيقية من ساعة أول ما بدأ اللقاء تعزف لحن للفنان الكبير المرحوم سعود الراشد، هل الآلات الموسيقية أضفت شيء؟ يعني هل حافظت على خصوصية الغناية الكويتية؟ في هي أبو ناصر أعطى الثراء، بل حافظت على الخصوصية الكويتية. هي الأصالة موجودة، أنت عزفت اللحن بالعود ولا عزفت كفرقة موسيقية ولا عزفت بأي شكل من الأشكال، الأصالة موجودة، لأن الأصالة الروح. دامنا الروح الكويتية والروح الشعبية موجودة هي أوكي. يبقى زيادة الثراء. قبل الصوت كان يعزفون على عود وعلى مراس، بعدين دشت العملية فيها كمانجة، بعدين والله دشت قانون، بعدين المرحوم عوض الضوخي ياب كونتر باس وركب. فإذا هذا كله ثراء للصوت، لكن لو تشيل هذه كل الأشياء وتخلي على عود ومرواس حلو. إذا المطلوب الروح، الخصوصية هذه مالت موجودة، يبقى الآلات الثانية تبقى. ترى في ناس فيها ترى يحبوا الأغاني على العود. أبو عبد الله بساعة قبل أن أسجل قلت سالفة العود اللي عزفتي مساء، يعني قبل أنا اللقاء ذي ودي الجماعة اللي قاعدين يطالعونا يعرفون شلون شريت العود ذي. إذا هذه القصة بقولها حق السادة المشاهدين طبعا. هذا عود بغدادي، والعود هذا صنع 67، يعني صار له حوالي 25 سنة. أنا شريت العود هذا سنة 72-73. اني انا اشتري هذه قصه طبعا. العود هذا سعره 30 دينار، لكن انا منين لي 30 دينار؟ انا كل اللي املكه 12 دينار، هذا عيدين، عيد الضحيه وعيد الفطر، مجمعهم 2 و12 دينار. كم باجي؟ باجي 18 دينار. زين شلون 18 دينار منين اجيبهم؟ خذيت لي كاس اللي يلعبون فيه بالمباريات هذه، كنت ماخذه من المدرسه او يعني شغله كذي، سعره حوالي دينارين وربع كذي. ورحنا بينا عبد الله وسوينا دورة هناك، اشترك بالدورة 24 فريق، الحطة كم دينار شرط. أنا حطيت الكاس، جمعت 24 دينار، قلت لهم يلا أخذ الكاس. قال تعالي بقى الدورة تبتدي وأنت سلم على الفايز. قلت لا يبا أخذوا الكاس أنتوا الحين بس. جانا حذر من مينا عبد الله معي 24 دينار، وأروح حق راعي اللي كان صديقي صاحب العود، إيه عطيته 18، بقى كم 4 دنانير. 6 فريق اشتركوا، 6 دنانير. خذيت خذيت العود وروح حق الله يرحمه محمود الكويتي بالوانيت بدينار، شريت الاوتار بدينارين ونص ورديت بدينار 4 دنانير ونص، دينار ونص حطيتهم اخواتي، دقدقنا بالعود، وهذا العود هو اللي علمني شلون ادقون. ابو عبد الله يا ليت نسمع أول لحن سويته وآخر لحن سويته، أجزاء صغيرة منها إن شاء الله. بس اعذرني واعذروني إخواني المشاهدين على الصوت طبعا، خاف يسدون التلفزيون. لا 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 تخاف لا تخاف، أنا متأكد ما راح يسوونها. وكانت مدينة ما ذهب ذهب ذهب، والناس للناس، كانت مدينتنا ذهب ذهب ذهب، والناس للناس.
وكان الكرم ويا الوفاء دايم دايم ما بين الناس. وكان الصحيب الصحيب لما ينادي وينتخي لما ينادي وينتخي يلقى حواليه الأهل والكل سخي. زمان يا أحلى زمان زمان يا أحلى زمان. عجيب أبو عبد الله، يا ليت نسمع آخر شيء سويته إن شاء الله. طبعا آخر شيء أغنية يا دارنا، كلمات الدكتورة سعاد الصباح وألحان الفنان علي عبد الستار، غناء الفنان علي عبد الستار. تيران 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 تيران. حنا هل العادات وهم الحمايا يا دارنا، حنا لك دروعي وسيو، حنا هل العادات وهم الحمايا. وحدة هدف وحدة شعب وحدة صفوف سليمة أهدافنا والنوايا. وحدة هدف وحدة شعب وحدة صفوف سليمة أهدافنا والنوايا. سليمة أهدافنا والنوايا يا دارنا، حنا لك دروعي وسيوف، حنا هل العادات وهل الحمايا. يا دارنا حنا لك دروعي وسيوف، حنا هل العادات وهل الحمايا. تسلم أبو عبد الله وشاكر لك واتمنى لك إن شاء الله الخير دائما. شكر جزيل لك وشكر خاص حق ولدك عبد الله. مشكور يا ابو ناصر، الف شكر. شلون شلون عجيب وويلا. عشقتك والعشق بلوى، غنايه جميله غناها الشاب وليد سعيد. وليد الان منهمك في تسجيل بعض الأغاني لنا. الله بالخير أخ وليد. هلا أبو ناصر، أرجو أنك سجلت شيء يمتع كالعادة. يعني أي عندنا أغنيتين، ناسي حنينة حق مبارك الحديبي وعبد الله رميثان، وهم كذلك لا تمسك بالخطأ مبارك الحديبي وعبد الله رميثان. Yeah.
عزيزي المشاهد، هذه أم الربيان. الأوليين يعرفون شنو سر الحضرة. بعض الشباب يعرف شنو هو سر الحضرة. البعض الآخر رافع الجام ما يدري شو السالفة. سر الحضرة يا طلابة، سر الحضرة. على العموم قلنا عشان توضح الصورة نروح حق شايب من شياب الكويت، جميل جدا مثل أهل الكويت كلهم. رحنا حق أبو عايض ودشينا وياه سر الحضرة وشوفوا ايش صار. هذه قصيدة كان من زمن الحضور، هذه لها القصيدة لها تقريبا حوالي 50 سنة. فالقصيدة لأخوي سالم يقول يا على الحضور إن شطرتني عن الناس. هذا كان في البريج بطل هناك، ما يمر عليك لحد ولا شيء إلا الذيابة. يقول يا على الحضور إن شطرتني عن الناس، يعطيني هين على تالي الشين، مو هوانس ناس دالوب وخفاس، 3 أيام من مهبة زلازيل، يخلي الصبر على السر تحتاس، ولا خلاص حدريه انشال هنشيل، كوده مفارج ديرتن كلها حاس، تشي بعينك ما تشوف ولا زاويل. خير ابو عايض. يا هلا يا هلا، مرحبا ابو عايض. نعم. احنا دخلنا الحين الحضره. دخلنا الحضره. ايش يسمون المكان اللي احنا فيه؟ هذا بدن الحضره. بدن الحضره. بدن الحضره احنا نسميها البدن. ايه. اول ما تدخل الحضره يسمونها الحوش. الحوش. اي ايه. الحضره يسمونها الحوش. اي وانتم تسمونها البدن. احنا نسميها البدن، بدن الحضره. ايه. هذا بدن الحضره. هذا الولد. الولد المدخل يعني؟ اي اللي ندخل بين هنا الولالي نسميه. ولالي. هذاك الطويل وهذا القصير. اي الحين الربع ذاك الصوب شنو هي؟ المنسب. المنشب؟ منسب الحضرة. منشب الحضرة. المنسب. اي زين الحين عاد بالنسبة لك أنت. نعم. لا تزال تزاول هالمهمة يعني الحضور تمر عليها. معلوم. ها؟ معلوم نزاول ونمر عليها. معلوم خليتها خلتك، عينك على حلالك دواء. ما حد يساعدك؟ ساعدني مثل صبي أو واحد من العيال، صار عندي زود سمك وقبل يوم مني قوي ما بي أحد أسوي 3 2 4 ما شاء الله. وهالحين لا حتى واحدة عجزان عنها، حط لي معي مهري ولا هندي. بالنسبة للحضور الحين أول حنا تكرم على حمير، نبارهن على حمير. أيه. وبشتى يقل الصيد على نبيع الحمار ما حتى نحصل علفة، نروح لهن يوم ورا يوم لين يفتح البحر، ما نقدر نخليهن، ترقى من الله. بس الحين يقولون هدوا الحضور، الحين قاموا ناس ثانيين يبارونها. هدوهن الله يطول عمرك، صار المعاش والأشغال والمينة والبلدية ولا من صارت هذه، صار معاش وراحة شوي. الحضور نص الليل نقوم من فرشنا دافية ونخوض الماء مثل ما تشوف، قبل ماكو زواتي ولا كو لبس ولا كو شيء، نطرد رزقنا. هذا صار رزقك عظيم نعرشه. الحين انت ما تنصح الشباب يردون يبارون الحضور وشهون؟ ما يطيعون، مو بحولنا. لو قلت مشوا معي اليوم قالوا والله انت متفرغ وانت متاخر وانت متاخر. انت شو متاخر؟ ما ادري متاخر انت، يعني راح متجودن بالبحر متجودن بالحضره. العرب تطوروا والعرب تولد، انا ما تطورت، انا في مهنتي من يوم مني، من يوم الله خلقني انا يا ولدي 55 سنه وانا في هالبحر.
انت الخير والبركه يا ابو هاي. الله يسلمك من الشر. الحين الحضور اللي على البحر كله، نعم، من لهم؟ حق ناس معينين ولا الحكومه ولا شلون؟ لا لا لا، الحكومه الله يعزها ما لها فيها شغل. هالبحر هذا اول ما خطط هالعوازم يبوعون على 500 وعلى 1000 وكل يحل له مكان. وين من قبل جابر جد مبارك الصباح الله يعزه، من قبلها بسري، من يوم سويت الكويت وهم يخططون عوازم هذه مهنتهم. أهل البر فالبر وأهل البحر ما اعتبروا إلا الحضور، ولا ناس يدشون الغوص وناس يدشون السفر وناس يهيلون هيال وناس يكرفون رديان. حنا ما نعرف إلا هالمهنة أبدا. يعطيك الصحة والعافية يا أبو عايض، وعساك على القوة إن شاء الله. بس الحين ودنا شنو هو؟ نمشي أنا وإنت، ها، وندش السب. سر الحضرة، حياك الصوب عايض يمي. سر الحضرة، نعم. العادة كم مرة تيون عشان تبارون الحضرة؟ الحضرة لها مايتي ماي، يعني مثل هالحين، وماي الساعة 10 من الليل. وندخل، هذا عملنا، ندخل ونعمل كذا ونجي نطلع اللي الله يقسم تسقي الماية. وأيضا كم سنة لك كنت تجاول هالسالفة هذه صيد السمك؟ أنا الحين عمري 75. ما شاء الله. من يوم عمري 25 24 وأنا في هالحضور وأنا بالبحر، وهذا مهنتي. والحضور هذه من عيس ميص، من زمان الحضور هذه، لا جدي ولا جد جدي لحق عليها. مملكات كل السيفة هذه كلها من الفنطاس لمعشيرت كلها للعوازم، كله ملك العوازم، لكن بعضهم يبيع وبعضهم لهالحين على ملكه، شيء ثمنته الحكومه وشيء ما ثمنته. الحين اكو الحين في الصيد، مثلا الصيد العادي، صيد السمك العادي، نعم، كل شيء تطور، يعني قاموا يجيبون كرافات. هذا اي معلوم خف. اي بالنسبه للحضور ما تطور شيء؟ لا، الحضور هذه هذا مكانها، وهذا اللي الله يقسم فيها، هذا سرها وهذا بدنها وهذه يدها، ولها حزة معلومة. أكو نصبة صيف وتقيض رجع الوقت طلعوهن ونصبوا غيرها، وأكو حضور مكر ويح شوي ينصبونه وياخذ لي دورانه السنة ويقطعونه ويجددونه. وهذه على قولة القايل رائحة، خلص من نصب تقيض جت نصب تشتى، يعني بالسنة تنصبون مرتين. اي نصب مرتين، وحضور اللي رويحه شوي ما عليها كلف سلف تكد سنة، تاخذ لها سنة. اي تاخذ لها سنة. زين، بالنسبة للحضرة ايش منها يسوونها؟ يعملونها منها هالمرادي هذه، المرادي هذه وهالسيم هذا، ويخيطونها عمال وينصبونها. الحين بالنسبه الحين الحضور، اول اهل الكويت يبارونها، زين، الحين هونوا اهل الكويت، قليل من الناس اللي يبارونها، ايش رايك؟ اللي هون ما يهون، عنده هندي امه سايق وديه ويجيبه او يعلمه يدربه بعدين يبار. والملك الكويتي، كلنا الملك الكويتي. لا بس يعني هم ما يشتغلون فيها. لا قليل، احنا ما راحت العيال التالين ما يشتغلون، ما يحبون، من المياه 5 6 والشيبان اللي مثلي ورايح عجزوا تليشوا. بس انت لين الحين تحب تجي الحضره وتطالع؟ اي والله نحبها، اي والله نحبها يا ابوك، ما طاح غلاها منا. لان قبل ماكو معوش هالهي، صدقنا ماكو غوص وسفر، صدقنا، واحنا بهالسفر احنا هالغوص من قيض لقيض، وبعدين يجينا نصابنا.
وبعضنا فينا ناس ما يدشون لا غوص ولا سفر. إيه. على الله على هالحضرة. على هالحضرة. اي نعم. يعطيكم الصحة أبو عايض. عزيز المشاهد عن أهل البحرين وكيف أحوال المنامة. خالد الملة فنان حلو كلش، ها، وهو يسأل عن البحرين وإحنا نسأله. يا بوليد خالد إن شاء الله مجهز لنا شيء زين. إي والله لاهين هالأيام في تسجيل أغاني حق حلقة بالتلفزيون الأولى أبو راشد، كلمات محمد راشد الرفاعي نفس الالحان، نفس الشاعر يعني قديمه. والثانيه الحان بندر عبيد، كلمات محمد القعطبي قديم جدا يعني الشعر الحميني. يا غزالا أنا مت من نظرته، رفقا بنا يا ضبي لا ترمي السهم، كل من قد هام كل من قد هام في بلوته أو رأى حسنا عظيما لم ينم. قد أتى والحسن في مقلته، قال عشقك في فؤادي قد حكم، تمحو الليل سنة طلعته، وارى البرق إذا الثغر ابتسم. أنا لا أصدق أن هذا الأحمر المشقوق فم، بل وردة مبتلة حمراء من لحم ودم. يا صاحبي
قبل تطلع على ذاك الهدف يرمي السهام من كل جانب. اسمع نصيحة يا أخي من ذهب ولا تنم زعلان غاضب ودع همومك بالغنى والطرب واسمر مع البيض الكواحب. يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي
عزيزي المشاهد، أنا في غرفة الكابتن، ها هذا الحكي بعد ما الله وفقني وساعدتهم في إنزال الشبك وتنظيف سطحة الباخرة. عالم الأسماك عالم غريب، ها سواء أكلا أو شكلا، ها قلنا شنو هو، نروح نسأل عن الأسماك وشركات الأسماك وشلون وش حقه ووين وليش ولماذا. رحنا حق أحد الشباب في الشركة المتحدة للأسماك، سولفنا وياه وقال لنا في حديثة ما سترون. عزيزي المشاهد، مثل ما وعدتك وأنا سكوني على ظهر الباخرة إني بقابل أحد الشباب الكويتيين المسؤولين في شركة الأسماك الكويتية المتحدة، ضيفي وضيفكم السيد مسعود العميري مدير العمليات في الشركة. هلا ابو يعقوب. يا هلا وسهلا ابو ناصر. يا هلا وسهلا ابو يعقوب. ما ابي شو اسمه اطول عليك السالفة. الان مثل ما تعرف الصيد اليوم اختلف عن الصيد اول طبيعي. اول خبرك كم حضرة على كم طراد صغير وخلصت السالفة. نعم. الآن الطريقة الحديثة شنو هي، ممكن تحدثنا عنها؟ أخوي بن ناصر، يجب أن نتفق من حيث المبدأ طبعا أن تطور يعني أمر ضروري وجوهري، وكما حصل في هناك تطور في مجال الطب وفي مجال الهندسة، أيضا في هناك تطور حصل في مجال الصيد. العوامل التي أدت إلى هذا التطور برأيي هي عاملين أساسيين. العامل الأول هو عملية توفير أو تأمين أو ما يسمى بالأمن الغذائي، والعامل الآخر هو نظرة المستهلك نفسه إلى المصيد، يعني من حيث الجودة ومن حيث النوعية. طبعا هذين العاملين انعكسوا طبعا على تصميم المراكب، مراكب الصيد الحديثة الآن. وبعتقد هذا مجال سؤال ثاني عندك الآن. بس ياليت تقول لي عن يعني عملية الـ الـ قلت الأمن الغذائي، هل أنتوا قبل أن نوصل للسؤال اللي سولفنا فيه مساء، هل أنتوا لما تصيدون تصدرون شيء برا الكويت؟ والله معظم المصيد ينزل في السوق المحلي الكويتي، إما عن طريق السوق المحلي سوق المباركية أو عن طريق سلسلة المعارض اللي تملكها الشركة، معارض دانا واللي هي متواجدة الآن في تقريبا جميع الجمعيات التعاونية الموجودة في مناطق الكويت. السيد مسعود الأميري مدير العمليات في شركة الأسماك الكويتية المتحدة، احنا رحنا المركب مالكم، مشكورين خليتونا شو اسمه واخذنا سمك على فكره. حياكم الله يا رب. سهلا. شفت انا حقيقه يعني ممكن مريت تجربه لكن مي بالشكل هذا. شفت مركب مجهز مريح ما في اوادم وايد عشان يؤدون العمليه، يعني تقدر تحدثني عن الالات المعدات يعني الاشياء ذي اللي في المركب، شنو اللي يجب ان يكون في مركب من هذا النوع؟ من الاشياء الجوهريه في الواقع في عمليات الصيد هي الزمان والمكان، ومعظم المعدات الالكترونيه الحديثه تعمل لإما اختزال الوقت وتقصير الوقت وتوفير الوقت، واما لتحديد المكان. طبعا المكان المقصود فيه هو مكان المصيد او المكان اللي تكاثر فيه الاسماك. فانت يمكن شفتوا يمكن على ظهر المراكب جهاز اسمه الفيش فايندر، او هو الباحث عن الاسماك تقريبا. هذا الجهاز طبعا يبعث موجات الكترونيه معينه
ويرجع يستقبلها ايضا بعد ما تنعكس على جسم معين، في الحاله يكون سمك، ويبين لك عدد الاسماك الموجوده في هذا المكان. هذا طبعا يقتصر الوقت، صح، على اعتبار انك في هذا المكان. هذا الجهاز يبين لك الكميه، انما ما يبين لك النوعيه. في هناك شيء اسمه الترينت، او خلينا نسميها شبكه التجربه. هذه الشبكه تقريبا نفس تصميم الشبكه الكبيره، انما اصغر منها بالحجم. وهذه الشبكه تعمل تقريبا على كشف عن نوعيه الاسماك الموجوده في هالمنطقه المعينه. هناك ايضا اجهزه اخرى ثانيه، مثل اللي احنا نسميه الساتلايت نافيجيتر، وهذا يحدد المكان، يعطيك المكان بالضبط اللي وجدت فيه هذا الاسماك، بحيث انك ممكن تروح ترجع مره ثانيه نفس المكان في نفس النقطه. مبرمج يعني؟ نعم، يبرمج المكان. نعم. ومن الاجهزه الاخرى الموجوده ايضا هي الديبت ريكوردر، او القاطس، او اللي يقيس لك العمق. وفي هناك طبعا الرادار، وطبعا الراديو واللاسلكي والى اخره، بالاضافه الى طبعا بعد هناك كثير من السيد مسعود العميري، مدير العمليات في شركه الاسماك الكويتيه المتحده، لما يطلعون للصيد، نعم، انتم اللي تحددون لهم الاماكن؟ يعني انتم في الاداره تحددون، تقول له انت تروح من هناك وهذا يروح مني وهذا يروح مني، ولا هم يروحون؟ يعني هل يعمل لهم جدول، ولا هم يروحون كل واحد هو نصيبه؟ والله هو مبدئيا انت عشان تغطي مساحه كبيره من مناطق الصيد، تعمل على تقسيم هذه المراكب الى عده مناطق، وتكون دائما في حاله اتصال معهم، انك تعرف والله اذا كانت هذه المنطقه فيها صيد او ما فيها صيد، هالمنطقه فيها صيد اكثر من المنطقه الاخرى، وبالتالي تحدد بعدين كيف توجه هذه المراكب الى مناطق الصيد. فهذا البرنامج المتبع الان، انك تبدا اولا بنشر المراكب على المناطق، ومن ثم توجهها الى المراكب الاكثر او اوفر نصيب صيد. نعم. ابو يعقوب، كم عدد اسطول صيد الاسماك عندكم؟ والله حاليا الشركه تملك 15 مركب من المراكب الحديثه المجهزه بجميع المعدات. زين، الان انا اعرف ان كاداريين انتم تداومون 8 ساعات. نعم. بالنسبه للناس اللي تطلع تصيد، نعم، شلون دوامها صاير؟ يعني من متى يبدون ومتى ينتهون؟ والله حاليا الصيد يبدا من مع شروق الشمس وينتهي عند غروبها، في هذه الفترة يتم الصيد. نعم. آسف، خلني أرجع مرة ثانية للباخرة، لأن باخرة فعلا عجيبة. ها؟ نعم. وإحنا نتحدث قبل التصوير، نعم، قلت لي أن أنتم تستعملون برادات يعني اللي تحافظ على السمك، يعني ما، نعم، تستعملون طريقة، نعم، ثلج مثل، نعم، والله طريقة تستخدم، طريقة تستخدم أيضا. هناك طريقتين للحفظ على الأسماك، طريقة التجميد، وطبعا طريقة في حالة جيدة وفي حالة طازجة. فالطريقة اللي يستخدم فيها التبريد هي عملية التجميد، أما العملية أو الأسماك التي تذهب إلى السوق المحلي ومعارض دانة تكون دائما تحفظ بالثلج، باعتبار أنك تحفظها في حالة طازجة دائما. بسأل سؤال هذا احنا متفقين انا وانت عليها. تفضل. سؤال بالنسبه للاماكن، اماكن المبيع في الجمعيات، نعم، اللي تابعه للشركه، نعم، هل السمك يروح لها يومي؟ نعم. ولا اكو شيء يبات و يومي يروح لها؟ السمك يذهب يوميا الصبح والعصر، ولا شلون طريقتها؟ عاده ما تاتي المراكب بالليل، ويذهب بالليل حسنا يكون مستعدين طبعا حق اول النهار. اول النهار. ويتم السيد مسعود العميري، مدير العمليات في شركه الاسماك الكويتيه المتحده، انا عارف ان احنا اخذناك من شغلك. حياكم الله، لكن ما قصرت وشكرا لك اخوي. يا هلا وسهلا، حياكم الله، واحنا مستعدين لتلبيه دعوه التلفزيون الكويت في اي وقت. حياك الله. يا هلا وسهلا. تسلم يا رب. يا هلا وسهلا. يا هل السامر، ورا ما تلعبون
حكي طيب ها. الآن فرقة الصقر يسجلون شغلات هناك. قلنا نسأل الأخ حربي رئيس الفرقة. يا أخ حربي الله بالخير. يعطيك العافية أبو ناصر. والله إحنا بالوقت الحالي لاهين، في عندنا عدة مجموعة من العرضات والسامري، وإن شاء الله أن هذه العرضات والسامري تحوز على رضاء المشاهدين جميعا. وهذه العرضات والسامري خاصة في فرقة الصقر للعرضة والسامري، وشكرا.
والله العظيم ما أعرف شيء. لين الحلقة الجاية فما الله.